وهو أجدادها دافعوا قبل حتى استرجاعه انضمامهم واسترجاعه لهذا الوطن، جاهدوا ضد الاستعمار الإسباني والبرتغالي والإنجليزي والفرنسي، وصانوا هذه الأمانة هذه الأرض بدمائهم الطاهرة الزكية، وقوا يتوارثون صيانتها وحمايتها أبا عن جد. احنا القبيلة أدنى الشقط مات عندنا، الوحيد اللي عندنا إحصائياته قبيلة تيتوسة 8000 شهيد. ها هم أباء والشيوخ يباتون يفترشون الأرض ويتغطون في الخلوات بالنجوم بالشمس. هذا هو جزاء من يجاهد من أجل هذا الوطن، هذا جزاء من ينصر هذا الوطن، الجزاء المخلصين في هذا الوطن هو هذا. نحن نقول لا ثم لا، نقول لا ثم لا، لأننا إيمان بالحق، ومن لا يؤمن بحقه ويعرف كيف يدافع عنه ولا يستحقه. من هذا المنبر خوتنا كان نحن نقول لكم عن خوتكم الصحراويين، أراهم ظلموا، جايبين استثمارات وهمية تحاول اغتصاب أراضينا، يحاول محاصرتنا، يحاول مضايقتنا، ولكن نحن لن نستسلم. وهم يقولون على أن نعتونا بالكثير من النعوت، بل ضايقوا حتى أعضاء التنسيقية الصحراء الوديان الثلاث، وحاولوا قطع أرزاق كل من عائلته ومن له علاقة بالوظيفة العمومية، قطعوهم الجذور. يعني هذا أخوتي ليس حق، هذا إنسان دولة حق وقانون، هذا ما يجب أن يدافع عليه الجميع وأن يموت عليه الجميع، وهو أن ندافع عن أجل الحق وكلمة الحق، وأن هذا الوطن وطننا جميعا، ونحن مسؤولين عن حمايته ومسؤولين عن صيانته ومسؤولين عن أمنه واستقراره. كفى من العبث، كفى من الظلم، كفى. الحمد لله طوينا عنا صفحة الرصاص، والحمد لله دون رجعة من نتذكر ولا نتمنى أن نعود إلى هذاك الزمن. هذا مغرب جديد، أعطاكم مولانا ملك جديد، أعطاكم عهد جديد، والخيرات الحمد لله يا ربي لنا الحمد، لكن نريد توزيع العادل للثروة. الشواطئ من أغنى الشواطئ الموجودة في العالم بالأسماك، وعندنا الفوسفات، وعندنا المعادن، الأرض تعج بالمعادن، هذا هو الخل للدول كاملة اللي جاوا يقول لك الاستثمار. أي استثمار؟ وأي عاقل موجود على الكرة الأرضية يرفض الاستثمار أو يقول لا للاستثمار؟ ولكن أي استثمار؟ 165 ألف هكتار اللي قاموا في نواحي إقليمين بدعوا أنهم سيجلبون فنادق، سيجلبون السياحة، وسيوظفون الشباب. هناك العديد من الشبان والشابات اللي غادروا الجامعة وغادروا المعاهد ديالهم، وداروا التكوين ديالهم باش يشتغلوا في هذا المشروع اللي غادي يديروا فيهم، وفرحانين بهم مستعدين له، ومشات هباء، مشات أعمارهم ودراستهم وتكوينهم هباء منثورا. قاموا هيك الأرض حفظوها أعطوها لجهات معينة. واش هذا المغرب أنتم شاكي عن نزيعة ولا شنو؟ واش المغرب ديال الريع؟ واش المغرب بغيتوا يفرقوا أربعة ولا خمسة ديال الناس بينهم؟ ناس أخرى شتمي تموت، حتى اللي تكلموا دافع عن حقه وقالوا لا أنت في صالي ولا لا، كفى من التراب، حنا ما غادي يخلعنا حد، حنا مواطنين مغاربة أحرار وباغي نعتوا العالم. ولو كنتوا أنتم فيكم شوي من الوطنية، هذا كلام نحن ورضانا وكفاحنا في ربوع الصحراء كامل في جهاتها، استغلوا في جهات أخرى اللي كتضربكم في المحافل الدول تحشمكم، لأنكم لستم على حق ولستم دولة حق. قول لهم العكس، هما أبنائنا في الجنوب كيتكلموا كيعبروا، عندهم إسباس وعندهم فضاء باش يبدوا يتكلموا، ولكن ما تعرفوش كيفاش، تعرفوا غير المزايدات والقمع. كيف ما قامنا حد، وهذا مغربنا اللي بغى يتساكو يخرج، اللي عمر كونتاتو في سويسرا ومأمن مستقبله. احنا ما عندنا أرض نمشيو لها، هو مغربنا هذا الغالي الحبيب، ونقول للجميع أننا ما نحاكي منه ولا نحرك منه شي، وان شاء الله نناضل وندافع عنه إلى آخر رغبة في حياتنا. ومطلبنا الوحيد جاي هنا لهذا المنبر، لهذا المنبر الحقوقي، وهو الأساتذة الأجلاء المحترمين، وهذو السادة الصحفيين والإخوان والأخوات اللي كلها جاي من كل بلد، ندورهم يشاركونا كاملين ويتعاونوا معنا. فهذا الأمر إذا هو ندور هناك المخزي والمحافظ اللي ما هي إلا نقطة في سلسلة من فساد في هذا الوطن. هما الحلقة الأخيرة، ولكن راه نوبيات اللي ما خلى حد في العالم ما جابوه يدوروا يقارنتوا أراضينا يحيدوه منا. احنا فين غادي نمشي عبادنا؟ وحنا غير مسولين كم انتم، على كاش سلبت منه أرض اللي خلاه له أباته وتوارثه أبا عن جد، ما فيها صدرة واحدة ما هي مسقية بالدم، ماشي مسقية بالدم. يجيك واحد قايل لك أنا جاي مستثمر، مستثمر خاصه 500000 هكتار باش يضوح القرية في بريطانيا. أخو 500000 هكتار راه ماشي غير ضوء الكور، راه ضوء القارات العشرة ماشي الخمس، راه خيال هادشي. 50 هكتار واخا 10 واخا 15 واخا 40 80 70، وجلس معايا الارض، انا مول الارض استفاد منها، المواطن الساكن اللي هما في الارض يا زيدي خدموا لهم ولادهم، شغلوهم، دير لهم مشاريع فلاحيه، ساعدوهم في الرعي، هذا كذا. وانت غير تجي وتحوش، وراه لا يومنا هذا، احنا هذا النضال بالله الذي لا اله الا هو. ما يؤسفنا انه اي واحد مسؤول كيف ما كان نوعه فتح معنا باب الحوار، لا المنتخب، لا من عامل، لا من ولي، لا من سلطه، كيقلبوا لك غير تتعثر
والله يشوفك مع واحد باش يقول راه مرتزق والله انفصالي، والله يتعاون مع جهات اخرى، والله يتخاور مع هذا مسلسل قديم لن يثنينا. هذا مغربنا الجديد وسندافع عنه بكل ما اوتينا من قوه حتى ترتفع الاملاك المخزنيه ونبراه من لوبيات الفساد والاجرام في هذا الوطن على الاراضي الصحراويه المغاربه فرضهم. وشكرا جزيلا.